بطل. ورجعنا لكم مشاهدينا مع فقرتنا الأولى، الفقرة المميزة جدا وضيفتنا المميزة جدا والجميلة جدا والمتحدثة جدا مدام حبوبة. الست عقل وقلب ومظهر، والمظهر بيبدأ من البشرة الجميلة. هنتكلم النهاردة عن فتنس يومي وتمارين صباحية ومسائية للبشرة وماسكات يومية وماسكات أسبوعية، وهنتكلم كمان عن حاجات كتيرة جدا جدا مهمة لنضارة وحيوية البشرة. نرحب بمدام حبوبة. أهلا بك يا مدام حبوبة. أهلا بك، دايما منورانا، ربنا يخليك. حبوبة، عايزة أعرف التمرينات الصباحية اللي أقوم من النوم الصبح أعملها لوشي تحفز الكولاجين أو تديني بشرة فيها نضارة وحيوية طول اليوم. أوكي، هي التمارين دي الصبح وبالليل، يعني دي التمارين اللي هقولها دي بتاعت الصبح وبالليل. تمام. أنا جايبة صور للتمارين. عموما أنا أي بعد ما بغسل وشي بالغسول بتاعي ببتدي أطبطب. حلوة قوي. خلاص ده بيدي شويه للبشره، بيفوقها. تمام. اوكي. وبعدين ابتدي ادهن اللي انا عايزه ادهنه بقى، سواء بدهن كريم كولاجين الصبح، سواء بدهن اي حاجه للبشره قبل ما انزل بشويه، يعني ببتدي لفوق. كله لفوق، بدهن في اتجاه واحد من اول الرقبه في اتجاه واحد. صحيح ده حبوب، بسمع للمساج الصح ان يكون في اتجاه واحد، او دائري لو ورجع تاني في نفس الاتجاه. دائري ده لو انا بعمل سكراب. سكراب دائري بس. سكراب ببتدي اعمل دائري. تمام. انما لو انا بدهن ادهن كله لفوق. كله لفوق، حتى الجزء اللي حوالين العين كله بشده لفوق. تمام. وحوالين العين كمان؟ وحوالين العين. تمام. كله لفوق، دي التمارين. تمام. الوش عامل زي الجسم بالظبط، يعني بيبقى محتاج تمارين ومساج. محتاج افتح بقي قوي، محتاج اطلع لساني شويه حاجات كده. ممكن يقولوا عليكي مجنون. يعني انت بتعملي الكلام ده حاولي ان انت تبقي لوحدك. خليني مجنونه. حاولي ان انت تبقي لوحدك عشان طبعا هتبقي غريبه، يعني هتبقي مجنونه ملبوسه حاجه كده، يعني اللي هيشوفك هيقول كده اكيد. فتعملي حاجات غريبه. انا بعمل ايه؟ ايوه بالظبط، انت الوحيده اللي فاهمه انت بتعملي ايه. فانت هتفتحي بقك جدا، هتطلعي لسانك ده بجد، هتبرقي، هترفعي حواجبك جدا كده، اللي هو حاجات كده قويه. خلاص انا كده عملت التمارين. تمام. وببتدي بعد كده خلاص بتحطي الصن بلوك بتاعك وتنزلي. نفس الكلام بالليل، نفس الكلام، ببتدي ضربات خفيفه كده على وشي. وبعد كده ابتدي بقى ادلك، والفوق كله لفوق. تمام. طيب هل التمارين دي او الفتنس ده بيختلف على حسب نوع البشره، ولا ده مع كل انواع البشره سواء جافه دهنيه كل سواء بشره؟ كمان نقطه مهمه قوي عايز اسالك فيها يا مدام حبوبه، لو البشره مترهله التمارين دي ما طبعا لا قدر الله ممكن تزيد من الترهل. انا لا لا بالعكس، انا ليه بقول لك كل الفوق؟ لان احنا عكس الجاذبيه، اي حاجه تعمليها عكس الجاذبيه. هو الوش ليه بيسقط؟ ليه بيترهل؟ ليه كل حاجه بتنزل لتحت؟ بيحصل له ترهل. الجاذبيه. فانت اي حاجه هتعمليها عكس الجاذبيه تطلعي لفوق، كل حركاتك لفوق. فده طبعا من الحاجات الجميله جدا. والتمارين دي على فكره ملهاش سن، يعني ملهاش اللي هو انت علاقه بالعمر. لا ملهاش علاقه خالص بالعمر. انا الصراحه اقول لك يعني بعد سن ال 40 بتبقى في احتياطات من تعاملات مختلفه مع الوش. نفس التمرينات دي بعد سن ال 40؟ طبعا. تمام. طبعا، بس هو بعد سن ال 40 ببتدي بقى ادعم البشره. زي الصوره اللي ظاهره معانا يا مدام حبوبه، التمارين اللي ظاهره معانا نفس الشكل ده. بالظبط كده. كمان عند منطقه الانف انا لاحظت ان في حركه عند منطقه الانف. بالظبط كده، اللي هي كده لفوق، اللي هو انا كله لفوق. اي حاجه انا بعملها لفوق. تمام. قول لنا كده اهم الماسكات اليوميه، يعني نحاول نتكلم في الحاجات البيت شويه. اوكي. بصي، من الحاجات الكويسه جدا احنا قلنا الصبح ان احنا نغسل وشنا كويس ونقفله بتونر. ما عندناش التونر، ما جبناش تونر من الصيدليه، ميه على ليمون، ميه ورد على ليمون. ما عندناش ليمونه بس، ما عندناش ميه بملح. كل الحاجات دي بتنظف وبتقفل المسام على فكره. ففينا ان احنا نعمل ده. يعني كل ده بيؤدي وظيفه التونر. بالظبط بالظبط كده. فايدته ايه الفايده؟ بيقفل المسام بعد ما بتنضفي، بيقفل المسام. وبعد كده حطي بقى اللي انت عايزه تحطيه. انت الصبح انا ما بحبش الكريمات الزياده، يعني ما تدهنيش وشك وتنزلي. الا لو انا هدهن حاجه واغسلها وبعد كده احط السامبلوك بتاعي وانزل. اوكي. الكريمات بتاعت الصبح شويه تكون خفيفه، ما تكونش تقيله، ما تكونش الحاجات الكريمي شويه، تكون سيرم ليكويد.
ما تكون عشان البشره تشربها على طول، اللي بيقولوا عليها سوفت. بالظبط، عشان البشره تشربها على طول. طيب الماسك الحلو قوي اللي انا ممكن اعمله على فكره يوميا ماسك القهوه، وانا كلمتكم في موضوع القهوه اتكلمنا فيه الفعل، سواء انت شربتي قهوه هتاخدي الطفل او سواء انت بتشربي. السؤال ده بيتكرر كتير قوي على البيتي، فعشان كده سالناه يعني دايما السؤال ده بيتكرر. ماسك القهوه ده من الحاجات الممتازه جدا، وكل بيت فيه قهوه سواء بتشربي قهوه ما بتشربيش، يعني انت شربتي خدي الطفل ما ترميهوش. معانا مداخله، ما شربتيش خدي معلقه ناشفه وحطي عليها ميه ورد وحطي. لا ماسك القهوه ده على فكره انا عايزه اسمعه منك بالتفصيل، بس انا هاخد الكلمه الاول. الو الو، سؤال للأبلة حبوبة. اتفضلي. ايوه اتفضلي معايا حبيبتي. طب نتعرف عليكي الاول. انا بس عايزه اسالها ان انا في سن الستين وبيطلع في بشرتي علامات سمراء كده زي الحسن كتير، ايه الحل؟ ده النمش يعني، ده ما كانش موجود وبقى بيطلع لك. ايوه يعني كل بيزيد مش كده؟ ايوه بيطلع حاجات كده زي بيزيد الكلام ده. تمام، طب اوكي هجاوب حضرتك. حاضر، اوكي شكرا للاتصال. اتفضلي يا رب. دلوقتي هي اللي بيحصل، احنا كلنا بعد سن ال40 بيبتدي الهرمون بتاع الاستروجين يقل. الاستروجين ده اللي هو هرمون الانوثه، بتبتدي بقى كل مشاكلنا، الشعر بيسقط بسبب هرمون الاستروجين، البشره بتغمق او بتبقع بسبب هرمون الاستروجين. فانت دلوقتي حضرتك عندك 60 سنه، فطبيعي جدا انا لو ما خدتش تابلتس حبوب يعني فيتامينز، انت محتاجه فيتامين، فيتامين د محتاجاه، ومحتاجه كالسيوم، لان الكالسيوم هو المسؤول، اللي هو فيتامين سي، هو اللي مسؤول عن التغيير في البشره من في السن الكبير. يعني دايما الناس لما بيكبروا تلاقي ايديهم بدات تنقط، وشهم بدا ينقط. الصبغه المفروض بتفرزها اللي بيفرزها الجلد اللي هو لوننا الطبيعي بقت ضعيفه، فبقى خلاص بيبقع. فانا لازم اعوضه بقى فيتامين د، لازم فيتامين د ومعاه فيتامين سي. فيتامين د حبيبه، حبيبه فيتامين سي. مش هيشتغل من غير فيتامين سي، لازم اخد ياخد من فتره قبل سن ال 50 60 عشان ما اوصلش. انا ببتدي الكلام ده من سن 40، في حاجات انا ببتديها يعني فيتامين د وفيتامين اي اللي هو ه بالعربي، دول انا ببتديهم من سن ال 25 تقريبا. الو الو مساء الخير. انا عاوزه اطلع يعني اقول على المشكله بتاعت الزوجيه. هي مش اتعرف بحضرتك. الو، ممكن توطي صوت التلفزيون صوت شويه بس كده عشان نسمعك تقريبا الخط. طيب قضى. شكرا. طيب. حاولي تتصلي بينا تاني. اتفضلي يا مدام حبوب. فبقول لك الفيتامينز دي البنات المفروض ان هم ياخدوهم من سن 25. ممتاز. لان احنا دلوقتي الاكل مش صحي والجو بالزبط. مش صحي بالزبط. ده كان زمان ابتدي بعد ال 40 ابتدي احافظ الحق. بعد ال 40 ده اوريدي بتبتدي خلاص طلعت التجاعيد، لكن قبل ال 40 انا بقاوم باخرها علشان ما اجيش في سن من اول ال 40 الاقي في تجاعيد كتير او ابان اكبر. بس من بس لو اتاخدت في ال 40 فيتامين د وقلتي سي، فيتامين د مع الافكت كويس طبعا، هما الاثنين مع بعض، ودي يعني الحبيتين دول مدى خلاص دول مدى الحياه. كده جاوبتي على السؤال ازاي بيه. نحافظ على بشرتنا من التجاعيد يعني. انت جاوبتي على السؤال من قبل ما نساله. كان في جات لنا مداخله هاتفيه وكنت بتتكلمي يا مدام حبوبه عن ماسك القهوه، اتفضلي كمان. ازاي نعمل ماسك القهوه؟ ماسك القهوه ده بيتعمل بحاجات كتير جدا. يعني انا لو بشرتي جافه احط عليه زيت زيتون. انا لو بشرتي عاديه اخلطه بميه ورد عادي. في ان انا احطه بزيت جوز الهند، يعني في ان انا اعمله بالليمون لو انا بشرتي من النوع اللي بتعمل قشره، في ناس بتيجي بشرتها من كتر جفافها تعمل طبقه قشره تحسيها مقشره خلاص، فانا عايزه انضفها. وكمان حاجه تعملها زي سكراب، فاحط معاها ليمون وسكر فبقت زي السكراب. القهوه فيها فيتامينز كتير جدا، ومن الحاجات من اكتر الحاجات الممتازه في التبييض، يعني بتوحد لون البشره. حلو. انا كلمه تبييض شويه ما بحبهاش، لان احنا كشعب مصري ما فيش حاجه اسمها بتبيض، انا ما بفهمش قصه النضاره. النضاره وحيويه الوجه هي القصه. انت لونك ايه هتخلي بشرتك ميه واحده موحده يعني انت لو قمحويه ما فيش حاجه اسمها في حاجه هتبيضك على فكره. هو ده لونك، بس الفكره انه ما يغمقش اكتر من كده، او ما يبقاش حته فاتحه وحته غامقه. بالظبط. تمام. بنتكلم في نضاره اكتر يعني. بالظبط كده. مدام حبوبه، الحد الاقصى في الوقت الوضع الماسك على البشره قد ايه؟ من ماسكات لماسكات بتفرق. بس يعني النورمال ربع ساعه، ما بتزوديش عن كده. يعني ده النورمال.
في حاجات ممكن اقعدها لو هي لو انا شويه بشرتي عنيده وشويه مش عامله مش فاتحه المسام وكده بقعدها تلت ساعه واغسل. بس anyway البشره مش محتاجه اكتر من كده لان هي اللي شربته بالفعل خدته خلاص في الوقت ده. ابو بقى ان انا اقعد بحاجه على وشي ساعه دي خلاص هو اخذ الفايده بتاعته بالظبط كده ملهاش اي لازمه. مهم جدا عايزه اقول لك على حاجه مهمه ان معظم البنات والستات بيعملوا الماسكات وتقول لي يا حبوبه انا في الاول يعني في الاول ما بمسح الماسك خلاص انا بقعد بيه اليوم ده حلو بعد كده خلاص كاني ما عملتش حاجه. هي الفكره انك انت حطيتي الماسك من غير ما تعملي تنظيف بشره. يعني لازم اعمل تنظيف بشره ما بقاش انا ما بعملش اي حاجه في بشرتي بقوم اغسل وشي وبس وشكرا من كده واجي احط ماسك ومستنيه من الماسك المسامات مقفوله هتستفاد ازاي بالظبط مستنيه من الماسك ده 70-80% مفيش الكلام ده. طيب لازم معنا اكون عامله معانا مداخله ونرجع تاني يا حبيبتي. مساء الخير. ايوه اتفضلي. انا حضرتك عايزه اتكلم عن مشكله الزلازل الزوجيه. طب اتفضلي الخلفات الزوجيه. اتفضلي اتفضلي سامعينك. طب انا حضرتك ماليش حما وزوجي بيعاملني معامله وحشه. ايه السبب يعني؟ لوحده كده النهارده ما اتجوزت ولوحده كده. طب ايه نوع المعامله؟ ايه نوع المعامله الوحشه دي؟ ضرب وشتيمه وقله ادب. عنف زوجي يعني. طب حاولتي تتكلمي معاه يعني. تسأليه ايه السبب يعني؟ ايه اللي معصبك عليا؟ ايه اللي مزعلك مني؟ طب حاولي تتصرفي بينا تاني. نستنى تاني في انتظار مره تانية ممكن برضه تدخل في موضوع بقى اهل الخير نخلص عايزين نسمع رايك بقى. بالمناسبه بقى الحاجات دي كلها بتاثر على البشره يا جماعه بالظبط. طبعا ضغط العصبي وبعدين هي ستة ليه؟ يعني انا جوزي بيضربني من ساعه ما اتجوزت. خلاص سيبنا الشبكه وهنتكلم تاني. لا على فكره ده مرتبط جدا. ده مرتبط جدا على فكره. الاستريس ده من اكتر العوامل اللي بتغير في الهرمون بتاع الست اصلا حقيقي بتغير في هرموني كانك على طول في حاله ولاده على طول في حاله بيريود على طول جسمك الهرمونات بتاعته ملخبطه نتيجه الاسترس. انا جوزي بقى بيضربني انا جوزي مش صرف النظر مش بعد الاسباب بالظبط كده انا مش عارف مين بيعمل لي مش موفقه في شغلي بالظبط كل ده بيعمل استرس. الاسترس ده بيغير في الهرمون والهرمون في الجمال. ده الهرمون ده هو بالظبط كده هو الاستروجين ده بيطلع وينزل على حسب الاسترس ده من الحاجات من اول العوامل على فكره للتجاعيد ولانك تعجزي بدري وان بشرتك تبقى بهتانه وان شعرك يقع وان ضوافرك يعني برضو ده سبب كمان في ان جوزها لا في لحظه في حاجه طبعا. برضو يعني في سبب دلوقتي من الضغوط دي والاسترس ده ان جوزها اتجوز عليها لان هي جمالها بيقل وكل حاجه بتقل فهي بتبقى مش جميله. وممكن يا مال لما تكوني فرحانه تحسي ان وشك منور فعلا بالزبط. صحيح زي كده النهارده منوره النهارده. لا ده بجد ده فعلا الـ اي واحده ست المشكله ان احنا رابطين الستات عموما رابطه سعادتها بالراجل. عارفه لو تطلعي بره الموضوع ده الدايره دي الدنيا تبقى دي حاجه مفيده جدا يعني. على فكره مش وحش ان انا اكون انا بحب الراجل اللي معايا بحبه جدا مرتبطه بيه عشانه بهتم ببشرتي عشانه بلبس عشانه بعمل حاجه الحلوه عشانه ما خليش لو هو مش موجود خلاص انا حياتي انتهت. لا انا بقى ضد ده تماما طبعا. انت بتعملي ده علشان نفسك هو هيحبك على فكره صحيح. انت اصلا لو كنت واثقه من نفسك وكنتي بصيتي لنفسك في المرايه لقيتي ان انت قد ايه انت حلوه قد ايه جميله قد ايه بشرتك حلوه قد ايه صافيه ازعلي يا ستي زي ما انت عايزه محدش قال لك تزعلي. بس ده كله مش ملتفت تبقى دي الطمه الكبرى اصلا مش مشكله خالص مش مشكله خالص انت بتعمليه لنفسك بناء عليه بالظبط. عايزه اقول لك حياتك تبقى هي ده سببها لازم ما فيش حاجه اسمها الستات اللي بتيجي تقول لي انا بعمل ده وجوزي ما بياخدش باله. حبيبتي هياخد باله هياخد باله بس انت اللي محبطه. انت ده بتعمليه لو دخلتي عليه ما قالكيش واو يبقى هو كده ما خدش باله انت احبطتي نهار بان عليكي ومفيش بقى ما بقاش في كهرباء. انا رايي الشخصي مش مهم ياخد باله اي مش مهم ياخد باله المهم ان انا مقتنعه بشكلي وبنفسي ان انا واخده بالي ثقه بالنفس عندي ثقه بالنفس اهم حاجه. عموما ما تربطيش سعادتك باي حاجه يعني باي اي 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 لا ابنك ولا جوزك ولا اختك ولا اخوك ولا صاحبتك ولا صاحبك اربطيها بنفسك بالظبط كده انت سعادتك من جواكي ايا كان. نصيحه جميله يا مدام يعني فعلا يعني بجد والله بجد بيفرق. نرجع تاني للبشره عايز اسالك على جزئيه مهمه قوي الخميره الفوريه واهميتها للبشره. ممتازه ممتازه دي للبشره والشعر وللدوره الدمويه وللمناعه. طريقه استخدامها معلقه خميره من عند انا ما بحبش الخميره الباودر. لسه راح اقول لك ايه الفرق يعني انهي احسن الخميره الخميره الحيه الحيه دي اللي هي الطبيعي
اللي هي الطبيعيه اللي هي معجونه دي الطبيعيه. انما البودر هي خميره برضو. يعني انت اتزنقتي مش لاقي حته تجيبي منها من الفرن، لا هاتي خدي الخميره مش هتضايقني في حاجه، المهم ان انا اخدها. تمام. على معلقه سواء كانت باودر او العاديه اللي هي من الفرن، بحطها على معلقه لبن قلبي سيبيها بتاع دقيقتين واشربيها. حلو قوي. انا لسه فاكره هتقولي حطيها. لا بصي انا بحب عموما اي حاجه، على خلينا متفقين من الجسم ان علاج اي حاجه سواء بشره او شعر جوه يا جماعه جوه. تمام. انت حطي بره زي ما انت عايزه، لو جوه تعبان بصي اعملي اللي تعمليه. فالموضوع يعني لازم تعالجي جوه. الخميره يعني اشربيها وحطيها مش هتضايقي. على معلقه لبن، على معلقه لبن واشربي واشربي. وبالنسبه للبشره، للبشره نفس الكلام، يا دوب خفيها خليها بس الملمس بتاعها يبقى كريمي كده، وحطيها على بشرتك. مش حلوه جدا في الحبوب، حلوه جدا في التجاعيد. تمام. حلوه جدا في المناعه، انها بتجري الدوره الدمويه، يعني تخليكي يعني في دمويه في وشك، في نضاره من غير اي حبوبه. احنا ما بنلحقش نشبع مني فقره وفقره فوق الرائعه بجد. والمكالمه التليفونيه بصراحه ادت طاقه كده جميله انك تتكلمي عن الاستريس، وان ده بيأثر بالظبط. ده سبب اساسي والله العظيم، وعلمي يعني سبب علمي. لا والميزه في فقرتنا النهارده احنا بنتكلم عن وسائل مجانيه وغير مكلفه. بعض التمارين، قهوه، خميره فوريه، اشياء بالظبط، حاجات كلها بيتي بالظبط، حاجات كلها في متناول الجميع. انا عايزه اقول لك بقى ان من بعد سن ال 40 ده المشروبات المهمه جدا، على فكره اليانسون من الحاجات الممتازه جدا، الرمان من الحاجات الممتازه جدا، الاكل بقى كل الاكل الطبيعي ممتاز. المفيد ده هيساعدك كتير في انه يرفع الاستريس. ميرسي يا مدام حبوبه. مدام حبوبه بشكرك شكرا جزيلا، هتاخدك معانا اليوم في تحيه الستات. ميرسي ليك يا مدام حبوبه. متابعينا بكده نكون وصلنا لختام فقرتنا الاولى، هنطلع فاصل قصير ونرجع معاكم مع فقرتنا الثانيه والهامه جدا مع دكتور محمد نور الدين الخبيري استشاري طب الاطفال، وهنتكلم فيها عن امراض فصل الشتاء وكيفيه العلاج والوقايه منها. انتظرونا.